سيف الإمام المهدي عليه السلام. يمكن تفسير النصوص التي تقول بأن الإمام المهدي عجل الله فرجه يظهر بالسيف بما يلي: السيف رمز السلاح ورمز القوة، فيكون المعنى ظهوره بالسلاح أو بالقوة. ورد في بعض الأحاديث أنه يحمل السيف، ومعنى حمله السيف أنه يختاره شعارا، وهذا يختلف عن استخدامه سلاحا وحيدا في معاركه. فاختيار النسر أو المنجل أو المطرقة أو النخلة أو سنبلة القمح شعارا لدولة لا يعني أنها الوسائل الوحيدة التي تعتمد عليها الدولة، وإنما ترمز إلى بعض المنطلقات الفكرية أو الحيوية للدولة. هناك أحاديث تصرح بأن السيف الذي يحمله هو ذو الفقار، سيف جده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي نزل من السماء وأصبح من جملة تراث الأئمة عليهم السلام المقدس. فربما يحمله الإمام ليرمز إلى أنه أتى لتجديد الإسلام ولم يأتي بدين جديد كما يتهمه البعض إثر شجبه كل الاجتهادات الباطلة، أو ليؤكد انتسابه إلى رسول الله ردا للتهم التي تقول بأنه ليس من ذرية رسول الله نظرا لقدم عهد أبيه وظهوره في مظهر رجل بسن الأربعين، ونظرا لقتله أعدادا كبيرة من المجرمين زعما منهم أن ذرية رسول الله لا يخوضون في الدماء حتى دماء المجرمين، أو تبركا به وكذكرى من جده أمير المؤمنين عليه السلام، أو لأنه من جملة ما يحمله من مواريث الأنبياء كخاتم سليمان وعصا موسى وغيرها. فرفعه السيف شعارا أو رمزا لا يعني استخدامه سلاحا وحيدا في معاركه، فالدلائل والقرائن تشير إلى استخدامه أسلحة أخرى شديدة الفتك والتدمير تخلع قلوب القادة العسكريين فيستسلمون ويستقبلونها بالرايات البيض. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للعيون.